بن سلطان البحرية، ها هو الآن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يتفضل فيتقبل هدية البحرية السلطانية العمانية من اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية. وتأتي أو يأتي تقديم هذه الهدية افتخارا واعتزازا لاستضافة قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، لاستضافة العرض العسكري الذي شمله القائد الأعلى للقوات المسلحة أعزه الله بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد. وفي هذا اليوم المبارك قدمت قوات السلطان المسلحة استعراضها على ميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد، اعتزازا وتقديرا لما تحقق لها من تطور وإنجازات، حيث شملها جلالته حفظه الله ورعاه بعنايته الكريمة.